الأربعاء 15 من مايو، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس. وتتابعون معنا اليوم ملف الإفاد، أزمة جديدة تعرقل مسيرة التعليم، وحماد يقول أن الميزانية راعت المستجدات بكل قطاعات الدولة الليبية. التفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلس، وأولى فقرتنا كالعادة صدى الأخبار. في صدى الأخبار نأخذكم إلى جولة في أبرز أخبار صحيفة صدى الاقتصادية مع زميلة نسرين سليمان. نسرين، مساء الخير. مساء النور وفاء، ونرحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا برنامج اقتصاد بلس وفقرة صحيفة صدى الاقتصادية. بداية نسرين، تحصلتم على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى المدراء العامين للمصارف، ما فحوى هذه المراسلة؟ بالفعل حصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة صادرة من مصرف ليبيا المركزي إلى المدراء العامين للمصارف، وذلك بإضافة ضوابط الاعتمادات بضرورة التقيد بعدم قبول الفواتير المبدئية الصادرة عن شركات التجارة العامة، وكذلك أن تكون الشركة أصدرت الفاتورة المبدئية ومسجلة لدى الجهات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد بالبلد الصادر عنها الفاتورة والسجل التجاري لدولة المقر. طيب، في ملف آخر، ما حقيقة الإفراج عن مدير عام مصلحة الجمارك بعد القبض عليه بتهمة تصدير كميات كبيرة من الذهب؟ وكنا قد تحدثنا عن هذا الملف في حلقة سابقة. بالفعل طبعا تحصل صاحب الصدى الاقتصادية على تصريح خاص من مصدر جمركي اللي كشف لصدى عن الإفراج عن مدير عام مصلحة الجمارك بعد القبض عليه يوم أول أمس بتهمة تصدير كميات كبيرة من الذهب، مما تسبب في تحقيق منافع مادية غير مشروعة وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وفق بيان النيابة العامة. تحصلتم أيضا على تصريح من مدير إدارة مؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية مصطفى علي، الذي حدثكم عن تفاصيل تمويل ودعم مشروعات الصغرى والمتوسطة. بالفعل تحصل صحيفة صدى الاقتصادية على تصريح مصور من مدير إدارة مؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية مصطفى علي، اللي تحدث لصحيفة صدى الاقتصادية عن تمويل ودعم مشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال برامج الوزارة. موضوع دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة موضوع سياسة دولة، وهذا البرنامج من أولويات وزارة المالية. وزارة المالية ليست الوزارة المختصة بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. تمويل هذه المشروعات يفترض أن يتم بخطة مرسومة من الدولة بشكل عام، تمول من ميزانية التحول الخاصة بالدولة، وأيضا يتم اللجوء أحيانا إلى الاقتراض وطلب المساعدات الفنية من مؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية التي تساهم فيها دولة ليبيا. ووزارة المالية طبعا هي الطرف الأساسي باعتبار وزيرها هو محافظ دولة ليبيا في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، هي الطرف الأساسي في طلب المساعدة وطلب تقديم العون للجهات الليبية الراغبة في الاستفادة من خدمات مؤسسة التمويل التنموي الإقليمية والدولية. إذن شكرا لك نسرين، وصل معكم وأنا أخذكم إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر وأهم الأخبار الاقتصادية على مدار 24 ساعة الأخيرة، ونستهلها بالعناوين: افتتاح الدورة 50 لمعرض طرابلس الدولي، إلزام جهات العمل بتسجيل العمالة الأجنبية بمنصة وافد، وملف الإفاد أزمة جديدة تعرقل مسيرة التعليم. كانت هذه العناوين عفوا، وإليكم التفاصيل. افتتح وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أحمد أبو هيسة افتتح معرض طرابلس الدولي في دورته 50. جاء ذلك في مراسم احتفالية بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزراء ووكلاء وزارات وسفراء حسب بيان وزارة الاقتصاد. وسلط الحفل الضوء على تاريخ المعرض وبعده الثقافي والمجتمعي، فضلا عن البعد الاقتصادي والتجاري لمنطقة حوض المتوسط. وتفقد الحضور جناح الشركة الوطنية للمقطورات الذي شهد إقبالا من زوار ورجال أعمال ومهتمين بقطاع الصناعة.
قال تقرير حديث لصحيفة يونانية أن السلطات اليونانية عثرت على جزء من الأوراق النقدية التي سرقت من البنك المركزي الليبي في بنغازي عام 2017. وبحسب التقرير تم اكتشاف الأوراق النقدية عندما حاول رجل صرف 40 ألف يورو في فرع بنك اليونان في مدينة لاريسا، لكن الأوراق النقدية البالية التي قدمها أثارت شكوك الموظفين ليتم مصادرتها والتأكد من أنها جزء من المسروقات الليبية. وأشار التقرير إلى أن قوات خليفة حفتر استولت على أموال البنك المركزي ببنغازي أواخر عام 2017 وأفرغت خزائنه دون أن يعرف مصير هذه الأموال التي تقدر بحوالي 159 مليون يورو وفق الصحيفة اليونانية. في ملف آخر، أعلنت لجنة تفعيل منظومة وافد ضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية وإلزام جهات العمل المختلفة كافة بتسجيل العمالة الأجنبية لديها بالمنصة الرقمية. وأوصت اللجنة بتفعيل إجراءات ربط الإلكتروني بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنصة وافد الرقمية. ويقدر عدد العمالة الوافدة بنحو 1,100,000 عامل موجودين بطريقة رسمية وغير رسمية على الأراضي الليبية وفق تقديرات حكومة الوحدة الوطنية. أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن الميزانية المعتمدة من مجلس النواب في 30 من شهر إبريل الماضي راعت في أبوابها كل المستجدات والمتغيرات لكافة قطاعات الدولة الليبية شرقا وغربا وجنوبا. وأطلع حماد على سير عمل لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة المشكلة بقرار من مجلس النواب، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة واعتماد ميزانية موحدة على مستوى البلاد. وفي ملفنا الرئيسي لليوم، لا يزال ملف الإفاد للخارج يطرح وبقوة ملف لطالما انحرف على مساره الحقيقي رغم التدخلات الحكومية لإعادة تنظيمه. فهل يعود الملف لمساره الصحيح؟ التقرير التالي ومزيد التفاصيل. إفاد الطلاب للدراسة في الخارج، الملف الجدلي الذي حمل بين طيته هزات بين الفينة والأخرى، والذي استؤنف العام الجاري باعتماد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران الكيب التفويض رقم 1 لسنة 2024 بشأن إفاد الطلبة الجدد للدراسة بالخارج، وذلك في إطار خطة لتحريك عجلة إفاد الطلبة الليبيين بعد توقف التفويضات المالية منذ 10 سنوات. حيث أعلن رئيس لجنة الإفاد المشكلة نبيل لحسومي عن قوائم أسماء التفويض رقم 1. تصريح لحسومي جاء بعد إعلانه سابقا بأن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الإفاد للدراسة بالخارج قد تمكنت من استيفاء فحص وتدقيق ملفات المرشحين، معلنا التوافق على إعداد تفويضات مالية من رئاسة الحكومة من خلال منظومة التفويضات. وواجه هذا الملف السابق موجة من الجدل والاعتراض قبل أن يتدخل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث أعلن مكتب النائب العام اعتماد مخطط تنظيم حركة الإفاد الذي تقدمت به اللجنة المكلفة والتي تتولى تنفيذ قرار الإفاد بالخارج وتوزيع نسب التفويضات بين الجامعات وأوائل الجامعات، وذلك على خلفية تجاوزات مالية حدثت بهذا الملف والتي على إثرها أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون المفادين في وزارة التعليم والبحث العلمي. وللإشارة، فقد بلغ عدد المستفيدين من الإفاد للخارج 5,949 وفق ما أعلنت اللجنة المركزية للإفاد. هذا وتوزعت قوائم المفادين بين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات بواقع 3,000 مفد والتعليم التقني بعدد 1,150 مفدا، إلى جانب 650 آخرين من أوائل الجامعات و400 من التخصصات الطبية. كما شملت قوائم المفادين المعتمدة 649 مفدا من هيئة أسر الشهداء والمبتورين والجرحى و100 آخرين من مشروع الإدماج والتنمية وفقا لآخر إحصائية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لوح نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الآزر بالدخول في اعتصام يوم 15 من يونيو القادم إذ لم تستجب الحكومة لمطالبهم وأهمها ملف الإفاد. وللإشارة، فإن قرار تجميد خدمة الإفاد تضرر منه العديد
العديد من الأطراف على غرار المعيدين الذين تغيرت صفاتهم إلى موظفين، ملاحظة من شأنها أن تترجم مخاوفا على مستقبل التعليم في البلاد الذي بات على خطى عديد القطاعات تتقاذفه الأزمات يمنة ويسرى. إذن لمعرفة آخر المستجدات حول هذا الملف، ملف الإيفاد، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الأستاذ محمد رمضان الموسي نائب رئيس لجنة الإيفاد بوزارة التعليم. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد بلاس. وبداية بالنسبة لهذه القوائم التي تم الإعلان عليها مؤخرا، هل هي بادرة لحل ملف الإيفاد بشكل جذري؟ طبعا بارك الله فيك على الاستضافه وعلى قناه الوسط. هذه بادره طبعا تم التاكيد عليها وفق الاتفاق الذي وقعته النقابه العامه مع اطراف الحكومه برعايه مكتب النائب العام بتاريخ 28/11/2024 بشان يعني عده مطالب لاعضاء التدريس المعيدين بالجامعات والمعاهد الليبيه، والتي كان من ضمنها اعاده تنظيم الايفاد وفق معطيات جديدة بعد ورود يعني مخالفات أو تسريبات على مواقع التواصل، يعني كان مفادها وجود مخالفات جسيمة في ملف الإفاد، بحكم أن من المفترض أن الإفاد متوقف من 2014 بعد ورود هذه التسريبات. يعني تنادى أعضاء التدريس والمعيدين في بالدخول في اعتصام في فتره شهر 8/9/10/11، توصلت النقابه العامه لاعضاء التدريس الاتفاق برعايه مكتب النائب العام بشان حلقه هذا الملف، وعلى اثره بدا تشكيل اللجنه المركزيه لمتابعه الايفاد، حيث قامت باعاده تنظيم ملف الايفاد برعايه مكتب النائب العام والرقابه الاداريه، واوصلت مخرجاتها الى اعداد قوائم لاعضاء التدريس والمعيدين في يعرف المرحله الاولى او التفويض رقم 1، بالاضافه الى تضمين شرائح اخرى منها التخصصات الطبيه وفئه الاوائل واسر الشهداء وبرنامج الادماج الليبي، كلا حسب حصته وفق توصيات اللجنه 341 مشكله من طرف رئيس الحكومه. يعني هل يمكن القول أستاذ محمد أنكم راضون على هذه القوائم وعلى هذه الإجراءات المتخذة وأن هذا الإشكال قد حل بشكل جذري؟ لا 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 أجزم بأنه حل بشكل جذري. الحقيقة نحن نقارع بعض يعني الإشكاليات المعقدة، الإجراءات قد يراها البعض أنها تسير ببطء، وهذا الناتج طبيعي لملف مغلق من سنة 2014 أو من سنة 2015، الآن ما يقارب على 9 أو 10 سنوات. يعني إشكاليات إدارية فقط أستاذ؟ تعتبر إشكاليات إدارية حقيقة، يعني التفويض رقم واحدة والتفويض المرحلة الأولى يوجد بها عدد 5949، تم اعتماده الخميس الماضي بموجب محضر اتفاق في اللجنة 481، تم اعتماده يوم الخميس، وننتظر الحقيقه احاله المحضر للجهات المختصه لتبدا العمليات او العمليه التنفيذيه او لتبدا الاجراءات التنفيذيه الفعليه لايفاد من ورد اسمائهم كلا حسب الساحه الدراسيه المخصصه له. نعم واضح، شكرا لك أستاذ محمد رمضان الموسي نائب رئيس لجنة الإفاد بوزارة التعليم على ما أفدتنا به. نواصل وإياكم مشاهدينا ونتحدث عن صندوق النقد الدولي بالتحديد، الذي قال في البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي بعد مناقشات استمرت 10 أيام حول المادة الرابعة لعام 2024 مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط وعدد من الجهات المالية المعنية، قال إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا سيسجل نموا بنسبة 10% في العام الماضي، أو سجل عفوا 10% كنسبة نمو في العام الماضي، مرجعا ذلك إلى حد كبير للانتعاش بعد توقف إنتاج النفط في عام 2022. وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% في عام 2024.
كذلك توقع الصندوق أن يصل إنتاج النفط إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2026، موضحا أن عام 2023 شهد توسعا ماليا وانخفاضا في الإيرادات الحكومية على الرغم من الزيادة المتزامنة في إنتاج النفط. وفي الوقت الذي رحب فيه الصندوق بالخطوات الأخيرة لسحب الأوراق النقدية المعرضة للخطر في ميناء التداول، في إشارة إلى قرار سحب فئة 50 درارا، فقد نبه إلى ضرورة أن يحافظ البنك المركزي على سلامة وسائل الدفع. وأشار صندوق النقد إلى إمكانية تعديل الضريبة المؤقتة على سعر الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر، التي فرضها المركزي بنسبة 27% على جميع مشتريات النقد الأجنبي أوائل عام 2024. وأوضح الصندوق الدولي أن المصرف المركزي حافظ على ارتفاع مستوى الاحتياطات بشكل مريح، متوقعا انخفاض فائض الحساب الجاري وأرصدة المالية العامة والخارجية على مدى السنوات المقبلة تماشيا مع انخفاض أسعار النفط. وطالب الصندوق الدولي بتوحيد الإجراءات المحاسبية وتكامل نظام الدفع في ظل توحيد المركزي للحد من التمويل النقدي من قبل الفرع الشرقي للمصرف، وذلك لتخفيف الضغط على سعر الصرف وعلى سيولة القطاع المصرفي وتسهيل تنسيق السياسات. من جهة أخرى، دعا الصندوق أيضا إلى أن تركز الجهود على الإصلاح الهيكلي، على تعزيز المؤسسات وسيادة القانون وتطوير رؤية اقتصادية واضحة للبلاد، ووضع خطة لزيادة الإنفاق على التنمية للتخفيف من اختناقات النمو وخفض تكاليف المالية العامة المرتبطة بالإنفاق المرتفع على أجور القطاع العام والدعم. وأوصى النقد الدولي باتخاذ استراتيجية اقتصادية طويلة المدى تهدف إلى تنويع الموارد بعيدا عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص. وطالب الصندوق السلطات بالاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها ليبيا، مثل الموقع ومساحة الأرض والموارد الطبيعية والحصول على الطاقة والعمالة، لتعزيز تنمية النشاط الاقتصادي غير النفطي الذي يتطلب عمالة كثيفة. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. أهلا بكم من جديد. إذا نواصل معكم اقتصاد بلاس، والآن نأخذكم إلى آخر فقرتنا أسواق بلاس. وجولتنا اليوم ستكون في محل بيع الدواجن بالجرابولي. أسعار الدواجن جناوة وطنية ب 12 دينار، كبدة وطنية ب 28، صدر دجاج وطني 25، فخاد وطني أسعار ب 10.75، رقبة وطنية 3 دينار، سعر الدجاج وطني ب 12.90. هذه بضاعة كل يوم ويومها طازة. سعر البيض الوطني ب 13 دينار، كل يوم ويوم بضاعة جديدة. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلاس، نلتقي غدا بإذن الله.